يا خبر ابيض يا خبر ابيض، البيت بقى مبهدل في بعضه خالص، ماما هتيجي تموتني، اعمل ايه اعمل ايه؟ يلا يا اصحابي ساعدوني ان انا ارص البيت ده قبل ما ماما ترجع علشان ما تضربنيش. يلا بينا يا اصحابي نرتبه بسرعه، يلا بينا. هحط هنا عند الباب الزرع ده، وكمان هحط الدفايه، هطلع بقى اظبط الحمام، انا هحط هنا القعده، وكمان هنا الحنفيه بتاعت الكود، وهنا البانيو. حلو كده يا اصحابي، هنزل بقى اروح ارتب المطبخ، هنحط هنا حاجات المطبخ، هنحط هنا المطبخ. لسه ايه بقى؟ الصاله، لا لا الاوض، الاوض هطلع فوق في الاوض. بصوا بقى يا اصحابي، هحط هنا الدولاب، هنا السرير، وهنا السرير، نقلبه كده. فوق بقى هحط المكتب بتاعي علشان اذاكر. بصوا كده يا اصحابي، المكتب بتاعي اهو، وهنا كمان مكتب كده. هرجع بقى السرير ده علشان وقع من مكانه. اسمع بقى، هو المكان بتاعه صغير خالص، بسيط اهو. هرتب بقى الصالة يا اصحابي، اتفرجوا بقى وشوفوا قولوا رأيكم. هنا الكنبة، هنا الكوفيه، التلفزيون، التلفزيون، كان في تلفزيون، وهحط التلفزيون هنا، كمان جنبه المنبه. رأيكم بقى يا أصحابي؟ البيت بقى جميل ومرتب خالص. يلا مع السلامة يا أصحابي.